آه يا خالتي، آه والله ما كنت نتوقعها من الجزائريين. والله كاين جزائريين خرجوا لنا الطريق، ما كنتش كامل نستناها. خرجوا لنا الطريق وقال لك حنا ندافعوا على البراتيش ورانا معاهم وخاوتنا وكلش. كارثة وخلاص، ربي يجيب الخير. هذا ما كان، راح نعتلكم فيديوهات تشوفوا جزائريين وش يقولوا على القضية هذه. قال لك حنا رانا ندافعوا على المغرب وغضنا الحال كي خرجوا ورانا نشجعوهم. خاوتي لازم الفيديو هذا يوصل للجميع، يوصل للجميع كامل. خليوا اللايك تاعك، خلي اللايك تاعك خويا الجزائري، وخلي تعليقك، خلي تعليقك اخي الجزائري. ثاني ما راك خاسر والو، هما نهار خسرنا حنايا داروا حاله وكانوا يبارطاجي ويديروا اللايكات ويتفاعلوا باش الفيديوهات يدوروا بزاف. اما لا الفيديو هذا لحقوه للجميع. يا سيدي نسمع واش يقولوا خاوتنا الجزائريين. هيا بدا. اسمحوا لي سي قلاف، والله غير قلاب، والله لحقت وين راكم تشوفوا يا خاوتي واش راهو يقول، وين يخرجوا يديفيليو يا عجب الله. نشوف لي فيديو نوض الصباح هكذايا، نحل فيسبوك وانستغرام نشوف لي فيديو تزيريين يديفيليو. ديفيليو وما تعيطوليش. واش البرتوشي على بالي دخلوا بزاف براتيش باش يشوفوا هل الجزائري صح راهو يدافع عليهم. قال اسلام اروح ديفيلي معانا، اروح تفرح. ديفيلي وما تعيطوليش. لا اله الا الله محمد رسول الله منكم يعطيكم. والله اباك والله غير داقت لي فور اباك راني الله. الجزائريين وحدهم، واش في بالكم؟ صح يا خاوتي الجزائريين حزنوا ومعجبهمش الحال. احنا عندنا عقلية واحدة، والله كامل الشعب عندنا عقلية واحدة، اللي خلط معنا يخلصها غالية. نزيد نديكم الفيديو واحد اخر يا خاوتي، هذا ثاني صح ما عجباتوش. مالي كيف انا حتى اللي ما فهمتاش على كنت تستشفى في المروك، على كنت تستشفى في المروك، على عاملك تونس خرجوا مصر خرجوا، على ما استشفيتوش، على تستشفى غير في المروك، علاش تكرهون؟ والله عنده صح، علاش غير هما؟ علاش؟ علاش؟ انا جزائري بصح نموت عليهم انا. هذه لا فيريتي. خاوتي من وجهه يبان لكم ماهوش سيريو، من وجهه يبان والله، هاني نستنى في كاش عفسة. كيفاش هاي تبان لكم؟ ماهيش تبان لك لا فيريتي هنا. ماما هذه هي الصح، هذا هو الصح، ما نستشفاوش حنا خاوتنا يا. ايما المروك خرجوا يا اخو. خرجوا ايلي بيلي ايلي بيلي يا ايلي بيلي باي بوس. دوك تجي. لا ما شو هذه هي يا خالتي، لوت فاسون تعازي الحرة للمروك والعقبة 2025 ان شاء الله في بلادكم نجو ليكم. وما تزيدوش تديوها، شفتوا الجزائري كيفاش قلبكم تحريشة؟ واش في بالكم صح راح ندافعوا عليكم وكاين جزائريين يخرجوا علينا الطريق؟ او ما كانش كيفاش ما تصراش خلاص. زيدوا شوفوا خاوتي الفيديو هذا، تفرج. كاين ظاهره غراف نتاع شرط راهي في الوطن العربي قاعدين يستشفوا في بعضهم البعض بشكل شويه مستفز. مروك سمحوا له يا خاوتي ما قدرتش يكون سيريو والله. راك مسامح اخي، راك مسامح، راني حاس بيك. مروك كيما راكم تشوفوا يا خاوتي ما خلاو لهم، ما بقاو لهم. الجزائريين صعاب صعاب وانتم ما خلطتوا فينا. حاب تعرف بلي الجزائري صعيب؟ حاب تعرف بلي الجزائري صعيب يا البرتوشي؟ مازال ما امنتش؟ شوف الفيديو هذا، تفرج واش راهم يديروا لك الجزائريين الان. تفرج هذا الفيديو يقتل بالضحك. ابغى طولت بزاف الطياره هذه، ما تجيش دوكا ولا كيف؟ ماما ما بقاش برشا وتهزنا الكل، ما تقلقش انت زيري، ما تقلقش. والله هذه الدريته حزين جدا. دوكا خلاص طفرت، ما كاين يحزني والو خويا المصري. راه جالي دلل خلاص، ما بيناتناش نورمال دوك، انا خاسرين بين زوج. ما ليش عليك على اللي بوار. واعره هذه ثاني المغرب. فكرني
ذكرني بهذيك الاغنيه اللي كان يغنوها 1 2 3 يا القجع قلعت الجني 1 2 3 وجنوب افريقيا سرقتني 1 2 3 جامي تستشفى فيا وفي خوتي 1 2 3 طلع للدار عايش ولدي 1 2 3 عاوزك تعرف مقامك يا ابني 1 2 3 ما كاش اللي خسر بزوجة ولدي 1 2 3 قلعتو واش تروح تجري 1 2 3 الفارو ما سلكنيش يا ودي يا ودي الجزائريين وحدهم اقسم بالله من احسن الفيديوهات اللي تفرجت لهم الجزائري يحاربك بسلاحك البرتوشي اقسم بالله يحاربك بسلاحك لكن تالي درتها الحكايه هذه تاع 1 2 3 واللي تستهزى بها وكذا اما الجزائري واش دار لك حاربك بسلاحك نقطه عاد الى سطر ما يكثرش معك الهضره الجزائري الان نزيدو نشوفو فيديو واحد اخر اللي رد جزائري ما خلى لهم والو تفرج خويا الجزائري تفرج مغاربه ولا تسحفوني شوفوا مع اتصالات المغرب ولا كاطو كاش كونيكسيون سيمانه ولا شهر ولا ما تبانوش راكم منيتكم ما صبتوا وانت خربوا خربتوا في الجزائر ايه سلكوها دركم شكون قلت لكم في الفيديو اللي سبقونا هضرت من الفيديو ماما انا قلت لهم ماما انا حذرتهم وراكم على بالكم يا خاوتي دائما نقول لهم بالك وجزائريين خط احمر ما تغلطوش معاهم لانه كي تغلطوا معاهم ما ينساوش ما راحش ينساو الجزائري بالك يسامحك بصح والله ما ينسى قلتكم كلي حميتو بزاف رابع العالم شنو رابع العالم تسويه لعبتوها كاع في استادكم ولي ماتشكم ديما لعبتو في الديفونس مالكم 11 في الديفونس لعبتو كيما نيجيريا في 94 لاجيني في 2014 كونتر المان وكاع يا ودي لعبوا 11 جوار في وسط الكاري 18 ارواح انت ومركي هذه ماهيش لعب من الاخر ما لعبتوش بالو شفتوا الماتش تاعنا حنايا كونتر الالمان يسوى 200 الف ماتش من الماتشات تاعكم يا جدك لعبتوا ولا السينيغال في 2002 لعبتوا 11 جوار في الديفونس و والله ايكم افريك دي سي تدي لا كوب دافريك تاع باسكو علاش عباكش تصاكم تمو تغيتو تمو تغيتو ولتو تزعقوا على الزارجينيه تجبدوا غير الموريطانيا في العرس تهضروا علينا وتغنوا علينا باسكو صايع يا حفظتوا روحكم وصلتوا عايز تدوا كوب دافريك تدي كوب دافريك امشي سير اي سير حسن للمطار راهو يستنى والطياره راهي تستنى شفتوا كيفاش يا البراتيش شفتوا كيفاش قلبتوا روحكم اكبر تحريشه في التاريخ تحريشه جامي صرات وما راحش تصرى ما شكيتش في التاريخ يا خاوتي راح تصرى تحريشه كيما هاك لانه التحريشه هذه ماشي غير الجزائريين وحدهم اللي راهم داخلين فيها وانما حتى المصاروه التوانسه شو اسمه الجزائريين الافارقه وحاقدين عليكم ما فهمناش كيفاش انتم الشعب كامل خليتوهم حاقدين عليكم العالم كامل خليتوهم حاقدين عليكم هل العالم يا ترى ما يعرفش صلاحه هاي بين المشكل منكم باش تديو كأس إفريقيا لازم يكون عندك راجل ما يبوسش يدين نقطة عادلة السطر لازم تتعلموا الحاجة هذه ورجولة قبل كلش حتى في كرة القدم لازم تكون راجل يولو كان تشري 200 ألف ماتش تشري 200 ألف حكم ما راحش تربح لأن كرة القدم تتلعب ماشي تجيب لي حكم والفار ولقجع وستمسخير وكذا كرة القدم تتلعب المهم يا خاوتي كامل خلي اللايك والله ماني طالقهم يا سيدي يا وصدقوني يا البراتيش تكرهوا جد حياتكم يا السلام عليكم خاوتي وتحيا الجزائر اليوم وغدوة.